علماكم رياضيين كتير قوي بيحصل معهم كده، مش نور بس. الواد مش عايز اجازه من الامتحانات عشان ياخد صحابه شرم ولا الغردقه ويتفسح، الواد عايز اجازه من الامتحانات عشان يروح يلعب باسم مصر ويجيب لنا الميداليه. نقوم بدل ما نشجعه وندعمه نقف بقى في طريقه ونقول له لو ما حضرتش الامتحان هنسقطك. وعموما مش كل المدارس بتعمل كده، بس في برضو مدارس زي المدرسه اللي انا فيها بتعمل اللي انا بقول لكم عليه. وده ليه؟ عشان فيها مديرين متعندين زي دكتور عماد. متعند يا خالتي؟ متعند بالدال. مش بالدال يا بنت، جايه من عند، انت تعرف اكتر مني. هي بنتي بنتي، معلش، بنت اختي جنبي وانا بعمل اللايف وقال بتعدل عليا في اللغه العربيه. قال خلينا في موضوع النور، احنا لازم نقف جنبه يا جماعه وندعمه. وانا بناشد كل المسؤولين. الاخ اللي دخل اللايف شايفاه، انت داخل اللايف بتاعي ليه؟ ما تخافش على نفسك قوي، انا مش داخله اتكلم على اللي انت عملته فيا انت وعمك. لا، انا بتكلم في قضيه اهم بكتير، انا بتكلم في قضيه تخص الوطن. اتفضل بقى لو سمحت اخرج من اللايف بتاعي عشان وجودك غير مرغوب فيه، وبصراحه كده بيلخبطني. نرجع بقى لموضوع نور، احنا مستنيين ايه؟ مستنيين لما الواد يسافر ويلعب باسم دوله تانيه، وطبعا عشان هو شاطر هيجيب لهم الميداليه. وهم دول ما هيصدقوا، هياخدوه بالاحضان ويحلوا له كل مشاكله. ما انت بتتفرج عليا. هقول لك انا عارفه مين دي يا عمر. اصبري بس واحكي لك كل حاجه. لان انا غرست فيه حب الوطن. ايوه، دروس التاريخ اللي انا بديها له خليته يعشق تراب مصر، عمره ما يعمل كده. وعشان كده لازم نقف جنبه وندعمه، مش نعند معاه زي الدكتور عماد. ده الدكتور عماد هيعمل منك بطاطس محمره. انا بناشد المسؤولين وكل ثقه ان صوتي هيوصل لهم. دي البت راندا؟ يا راندا انا هخلص واكلمك على طول. ما انا عايزه اطمن عليكي. انا معلش مقصره معاكي، وعايزه اعرف عملتي ايه مع زمايلك، والواد علي ظهر ولا لا، ولازم نلاقي حل جذري جذري للموضوع ده، ما بقاش فيه هزار. الحل الوحيد انك تسقطي. اتفضحت. بس انا اتكلم في الموضوع ده في التليفون مش على الملأ. ما انت قلتي خلاص، محدش خد باله. خلينا بقى دلوقتي نناشد المسؤولين كلهم، محتاجين تدخل عاجل وسريع من السيد وزير التربية والتعليم، والسيد وزير الشباب والرياضة، والسيد المحافظ، ومدير الأمن، وكل المعنيين بالموضوع علشان نحل مشكلة نور. ونقف كلنا ضد أستاذ عماد اللي مضطهد نور ومضطهدني. والسلام عليكم ورحمة الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.